ده اللي هيتثبت فيه الموفابل جو عشان يتحرك لما يسكرو يلف. فالموفابل اللي هو النوت بلوك اللي انا قاطع عليه الهايلايت الدول ده فيه سكوير فيت اللي هو بنسميه باور سكرو. خلاص؟ والسكرو نفسه ده سكوير فيت بحيث ان احنا لما نشوف السكرو النوت بلوك يبدا يتحرك معاه. خلاص؟ النوت بلوك لما يتحرك هيحرك مع مين؟ هيحرك معاه الموفابل جو رايح جاي. السكرو نفسه متثبت، هو ثابت بيلف في مكانه ما بيتحركش لينير، بيتحرك روتيشنال بس. فهو متثبت في مكانه بصمولتين وورده هنا في الاول. الصمولتين دول ماسكينه في معاهم الورده اللي هي الوش. خلاص؟ اللي هي ناطر ام 16 والجراب ناطر ام 16 اللي هي اللوكنج ناطر. تمام؟ طيب لما نيجي نرسم جزئيه اللي هو الجزء بتاع السكرو والنات بلوك اللي راكب عليه اللي واقف عليه دلوقتي ده، بنرسم السكرو في سكوير ثريد فاي 22 في 5. السكوير ثريد بتبقى السنه بتاعته مربعه. سكوير ثريد لو انا هرسم السكرو بتبقى السنه بتاعته مربعه كده. خلاص؟ نفس الكلام في مين؟ في اللوكنج نوت اللي هتركب عليه. هي إيه كمان فيها سكوير ايه؟ ثريد عشان لما السكرو يلف يلف يحرك مع مين؟ النوت. فاحنا بنبريزنت السكوير ثريد دوت بلاين كده. داش لاين زي ما احنا متعودين، بس هنيجي كده في منطقة ما ونعمل بارشل سيكشن نبين شكل السن. نبين سنتين كده او ثلاث سنات، خلاص يوضح شكل السن. المسافة بتاعتها الخطوة اللي هي من أول السن لحد أول السن اللي بعديها كده 5 مللي. وعمق السنه 2 مللي ونص. العمق اللي جوه كده 2 مللي ونص اللي هو نص القطع. خلاص؟ فده كده هرجع تاني اهوت، ده شكل الاجنبي. ده شكل الاجنبي كده اللي انا قاطع فيه. تمام؟ وبعدين هنزل من نهايتها كده
سنة قايل لحد ايه؟ هو بيديني المسافة بين السنة طيب والنهاية من هنا 28. خلاص؟ يبقى انا همشي كده، هنزل من هنا واقوم جاي عندي لاين بحيث ان المسافة من هنا وهنا تبقى 28. معايا؟ طب انا بعمل ايه؟ انا بس النهاية الفيكس جو. بدور اللاين الصغير ده واقوم نازل كده وهمشي اجيب مين؟ اجيب بداية الرسمة من ناحية. فهمشي كام؟ همشي 330 مللي. خلاص همشي كده 330 مللي دول. خلاص 330 مللي دولت هيجيبوا لي في بداية الايه؟ الفيكس جو. خلاص؟ وابدأ اتحرك لفوق كده. بس هقف هنا رسمت فين؟ رسمت بداية الفيكس جو، هقف لحد هنا الفيكس جو مش هكمل. خلاص؟ طيب الفيكس جو في عندي كارت رقم 3 في التيبل اسمه اللي هو الجو فيس، في منه كام حتة؟ 2 2 والجو فيس دون فيه فتحتين لمسامير. وهلاقي ان الفيكس جو هو كمان فيه فتحتين اهوت ام كام؟ ام 10. خلاص وفي عندي سيت سكرو اللي هو كام برضه سيت سكرو ام 10. طب ايه فايده الجو فيس دوت؟ المفروض ان المنجله دي مع الاستخدام انت بتقفل وتحرق على الاجزاء وتربط وتفك والكلام دوت فيبدا يحصل فيها تاكل. فعشان ما يحصلش تاكل في المنجله نفسها فهم عاملينها زي قطعه غيار. خلاص لما تتاكل نعمل ايه؟ نشيلها ونحطها ونركب غيرها بدل ما نرمي المنجله على بعضها. فهو الجو فيس دوت في منه حتتين، حته هتركب هنا خلاص والحته الثانيه هتركب في مين؟ في الموفابل جو ام 10 اهي. ده اللي بيتحب منها كده ايه؟ ام 10 اهي. خلاص لو انت بصيت على الفيس بليت او الفيس جو في فتحه هنا 11 اهي بتجود بايه؟ بكاونتر سينك تخويش مايل والست سكرو ام 10 وهو كمان فيه كاونتر سين. تمام؟ يبقى معنى كده المسمار دوت في منه اربعه، اثنين هيربطوا الفيس جو او الجو فيس في الفيكس بليت او في الفيكس جو، واثنين تانيين هيربطوا الجزء الثاني في الموفابل جو. خلاص؟ يبقى انا هاجي هنا وارسم مين؟ ارسم الفيس اللي هو الجو فيس الاولاني. طب انا هنا هو هنا مبين الهول لان هو قاطع من هنا من الهول، احنا قاطعين من النص، يبقى الهول هيحصل لها ايه؟ هتختفي، يبقى مجرد ريكتانجل متهشر. ايه؟ تقول ايه؟ طيب لما المنجله تقفل الجو فيس بتاعها اللي هو الموفابل جو، الجو فيس بتاعه هينطبق على نفس على ايه؟ على الجو فيس دوت، فهرسم الثاني مطبق عليه كده على طول. يبقى كده المنجله وهي قافله الفكين بتوعها او الجو فيس اللي راكب على الموفابل هينطبق على الجو فيس اللي راكب على مين؟ على اللي هي على الفيكس. خلاص؟ وابدا من هنا من الثاني ده ارسم الموفابل جو. الهول ديت فاي 26. طيب الموفابل جو ايه اللي هيحركه؟ السكرو. السكرو، هل السكرو راكب في الموفابل جو؟ لا، مش هيركب في الموفابل جو، هيركب في البارت رقم رقم أربعة اللي هو مين؟ النط بلوك. لو أنت بصيت على النط بلوك هتلاقي فيها سكوير ثريد فاي 22 في 5. يبقى عندي هنا دوت عبارة عن إيه؟ دي هنسميها الجشمة. لما يكون عندي مسمار بتكلم على مسامير وصواميل الرباط بسميها مسمار وصامولة. لما بتكلم على الباور سكرو
او اللي هو على وزن الحركه بسميه فتيل وجشم. خلاص مش ساموز بس هما الاثنين بالانجليزي اسمهم مط. خلاص طيب ودي كده الجشمه اللي هتتحرك وتحرك معاها الموفابل جو. لو انت بصيت على الجشمه دي هتلاقي فيها ديامتر باي 26 خلاص وفوق على وزن ام 20 تمام. ام 20 ده يعني مترك يعني على وزن العادي الستاندرد. خلاص طيب يبقى الفتحه 26 دي هتركب في الهول ال 26 اللي راكبه فين؟ اللي هنا. طب التخويش اللي فوق ده التخويش اللي فوق اللي هو فاي 36 ولا فاي كام عندك؟ 36 اللي هو فاي 36 ده هيركب فيه اللي هي الراوند نوت اللي هو البارت رقم 10. هتلاقي الراوند نوت اللي هي ام 20 والنوت بلوك اللي لو وصل فيها ام 20. خلاص يبقى بعد كده هبدا ارسم في الموفابل جو هبدا ارسم منه الايه؟ النط بلوك.